السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحب بكم أجمل ترحيب أحبتنا المشاهدين أينما كنتم مشاهدين برنامج 20، ضيف حلقتنا لهذه الليلة أحبتنا أدعوكم لمشاهدة التقرير حتى نتعرف على تفاصيل حياته. ضيف اليوم امرأة من شمال العراق، همها الأكبر مصير النساء والأطفال بالعراق، واللي من وجهة نظرها يجب أن يرتقي ويضاهي المستوى العالي بالوطن العربي والعالم. وأكدت في ظهورها الإعلام المتعدد على أن مناهضة العنف ضد المرأة ما زال حبرا على ورق، وأن جميع الحملات التي تندرج تحت هذا المشروع بالإضافة إلى تفعيل دورها في المجتمع ما هي إلا شعارات يسوقها السياسيين دون تطبيق، ودائما تتحدى وتطالب بالتسليم بعض الملفات المهمة للنساء، ويجب أخذ المشورة منهم قبل اتخاذ أي قرار، لأن رأيها راح ينطي نتائج ممتازة إيمانا منها بعقلية النساء. وطالبت أيضا بتشريع المزيد من القوانين اللي تدعم حقوق المرأة، وأكدت أخيرا على أن دور المرأة في الحكومة المقبلة سيكون محدود بسبب استمرار الأحزاب السابقة في السلطة وتكرار نفس الوجوه، وأن العقلية الذكورية والعشائرية تسيطر على الكثير من الأحزاب المتربعة على عرش السلطة، مؤكدة أن المرأة العراقية قادرة على إدارة أكبر مسؤوليات البلاد في حال أخذت دورها الحقيقي في إدارة الدولة. ضيفتنا اليوم من محافظة السليمانية، كانت عضو مجلس النواب العراقي لدورتين، الأولى كانت عضو لجنة شؤون المرأة ما بين عام 2014 إلى عام 2018، وشغلت مقعد نيابي جديد بدلا من النائب المستقيل ميران محمد عام 2020، كانت عضو لجنة الإعلام والاتصالات. وجهت الاهتمام بالحالات الإنسانية وتفقدت أحوال النازحين، وحثت المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ آلاف الأسر المحرومة من أبسط مقومات العيش الكريم، وكان لها مطالب عديدة منها لا لتعديل المادة 75، نعم لحضانة الأم، وأنا وطفلي في أمان تحت ظل المادة 57، ورفض أخذ الطفل لدى زوجات الآباء. أما الآراء السياسية فكانت تعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاهل باقي الأحزاب الكردية وانفرد بالتحالف مع بعض القوى السياسية، مؤكدة أن جميع الأحزاب تتحمل الأزمات التي ضربت البلاد في جميع الحكومات، وأكدت على أن الاتحاد الوطني مصر على ترشيح السيد برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، ويفترض على الكرد تطبيق مواد الدستور لا سيما ما يتعلق بإدارة ثروات النفط والغاز، وأن هذا الملف يجب أن يدار من الحكومة الاتحادية. ضيف الحلقة 18 من 20 النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني السيدة رزان الشيخ دليار. حياكم الله من جديد أحبتنا المشاهدين، تعرفنا على ضيف حلقة هذه الليلة النائب السابق السيدة رزان الشيخ دليار. رحب بك ست رزان، كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك. رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير. تحياتي إلى جناب الأستاذ محمد وإلى قناة وكادر السومرية وإلى مشاهدين الكرام. حياك الله. عندنا أكثر من موضوع ممكن نتناقش به حلقة اليومية جنابك الكريم، منها دور المرأة بمجلس النواب العراقي وحتى بالتشكيلة الحكومية بشكل عام وبالأماكن السيادية والمناصب السيادية، منها موضوع العمل السياسي الحالي والمشاكل السياسية الحاصلة بين البارتي واليكتي والأحزاب اللي متحالفين وياها، سواء كان تحالف ثلاثي أو حتى الإطار، بالإضافة إلى موضوع قرار المحكمة الاتحادية في موضوع يخص يعني الثروات الطبيعية بإقليم كردستان النفط والغاز وغيرها من المواضيع المهمة. فأنت حضرتك بيش تحبين تبلشين؟ بلش بموضوع دور المرأة بالأماكن السيادية خلينا نقول أو بالتمثيل النيابي بمجلس النواب العراقي؟ بالتأكيد موضوع المرأة بالنسبة لي بمشاركة المرأة ودور المرأة بالنسبة لي موضوع مهم وأساسي. زين، شو تشوفين تمثيل بالدورة الحالية؟ نعم. التمثيل النسوي بمجلس النواب العراقي. طبعا بالتأكيد تمثيل المرأة بها دور كبير جدا، وهذه المرة تقريبا 97 امرأة موجودة داخل مجلس النواب. حسب العدد بها أهمية كبيرة جدا. أما حاليا إحنا وصلنا إلى مرحلة كعدد عندنا وجود، بس كنوعية فعلا هذه المرأة كموجودة داخل مجلس النواب عندهم قناعة تامة، وجودهم وقراراتهم بها تأثير على
وضع المرأة داخل مجلس النواب حالياً، حتى بتشكيل اللجان بوجودهم داخل اللجان. فعلاً نعرفون حالياً وضع المرأة شقد، وضع صعبة جداً بدون قانون. بدون قانون احنا نسألك انه المرأة داخل مجلس النواب العراقي عارفة قيمة المكان اللي هي موجودة فيه؟ ما أتوقع، قليل جداً. لأنه بالبداية دائماً المرأة والسلام، المرأة لازم بها الدور على السلام والأمن. نعم. حاليا داخل مجلس النواب وحتى هذه الأوضاع السياسية السيئة ونحو الانسداد السياسي داخل مجلس النواب، لازم المرأة إذا كان عنده وجود لازم عنده كلمة. كل أغلب الأحزاب السياسية كعدهم مقاعد أكثر، وعدهم وجود المرأة داخل هذه الأحزاب بها كثير جدا. وش قد دورهم لحد الآن؟ إحنا ما سمعنا لحد هذه اللحظة مبادرة حقيقية من المرأة البرلمانية نحو السلام، رجع السلام، شلون هذه الأحزاب السياسية مرة أخرى يرجعون على طاولة المفاوضات وعدهم دور ورؤية المرأة داخل يعني قصدي شنو هذا تمثيل نسوي حقيقي بالمفاوضات السياسية الأخيرة؟ لازم لأنه لازم بها وجود حتى يجبرون الكتل السياسية كعدهم مجعدتهم هو يعني حتى إذا كان إحنا نحكي على الكتلة الصدرية نائبات هواي موجودة، نحكي على الحزب الديمقراطي نائبات هواي موجودة، نحكي يعني هاي التحالفات كاسمهم إنقاذ الوطن. إنقاذ الوطن مو فقط بإيد الرجل، إنقاذ الوطن بإيد المرأة والرجل. بس على الساحة السياسية هسه هذه الراية كموجودة، راية رجولية ذكورية كنشوف على ساحة السياسية على مدى الدورات السابقة. نعم. الدورات البرلمانية السابقة أو حتى الحكومات السابقة. نعم. من 2003 ولحد هذا اليوم. نعم. شو شفتي تمثيل المرأة؟ هل كان بالفعل هناك دور حقيقي للمرأة بمجلس النواب العراقي أو حتى بالحكومة العراقية؟ داخل البرلمان العراقي ما عندهم دور قوي. أنا دورتين إذا كان أحكي على المرأة داخل البرلمان ومجلس النواب العراقي دورنا قليل جدا. حتى إذا من هذه الدورات أدور على مرأة فعلا اشتغل داخل مجلس النواب لقضايا المساواة، لقضايا تعديل القوانين كبها إجحاف بحق المرأة، لتشريع القانون، لخدمة البلد، لخدمة الأسرة العراقية، ماكو هذا الصوت موجود، قليل جدا. يمكن من 86 مرأة 10 بها وجود وياها بالدورة يعني 14 حتى 18، 85 مرأة بنفس الطريقة. يعني صعبة جدا يعني دور ضعيف، يعني التمثيل الحقيقي للمرأة تمثيل شكلي موجود كشكل 25%، يعني قلت يمكن 10% أو أقل 10%. لا عنده وجود، قلت كعدد موجود حقيقي فعلي فعال 10%. أني أتمنى 10% بس هذه دورتين 10% هما موجود، لأنه المرأة عندها رؤية معينة داخل المجتمع. أنا مرأة بالبيت برا كلها أعرف معاناة أهلي، أسرة، مجتمع، لازم يوصل. مو أنا عندي شغلي كل يوم، عندي ملفات تعيينات ناس وهيك الشغلات مثل معاقب الدعاوي يم الوزارات، هذا مو شغل المرأة العراقية. المرأة العراقية لازم يدور على حقه، شنو حقه داخل هذه البلد. حتى هم هذه الرجال كل الملفات وشغل مالتهم حتى إذا كانت عينات يشتغلون على الرجل مو على المرأة. هذا ما يشكل علي الرجل. أنا أقول لك على شيء رجل السياسي عفوا ولا حتى زعيم الحزب. لا. يشكل علي المرأة أصلا، يعني إذا أكو تمثيل 25% للنساء داخل مجلس النواب، منو يختار النساء المرأة؟ غير فعالات، فالمشكلة بالمرأة المرشحة مو بالرجل السياسي. أنا قلت ليش إحنا نقول على العددية بعد يعني قال يعني عفوا ستر يعني هو مثلا شنو صلاحيات الرجل اكثر من صلاحيات المراه؟ ما هي نفس الصلاحيات مجلس النواب العراقي؟ صلاحيات اي نفس الصلاحيات هو نفس الصلاحيات، اما هذه الطريقه والشغل وعمل جدي للرجل احسن من المراه، لانه هذه المسافه وهذه الدور الكبيرة تاثير كبير. رجل عنده كل الابواب مفتوحه يمه. اما أني أرجع إلى كلمة أخرى، منو يختار هذه المرأة كيجي إلى مجلس النواب؟ أحزاب السياسية، أغلب الأحزاب السياسية يختارون المرأة الضعيفة. مع الأسف المرأة
أساساً ما معقولة بالدورة السابقة 60 مرأة داخل مجلس النواب يوقع على تعديل مادة 57 حتى الطفل رجع إلى الأب؟ يعني 60 مرأة صوتوا 60 مرأة لصالح الرجل؟ وقعوا 60 مرأة وقع، لازم يشرعون هذا المقترح القانون. أنا أقول يعني لكل المرأة العراقية 86 بقى بس 26، أقول للمرأة العراقية فعلاً هذا الطلبات الحقيقي للمرأة العراقية يريدون. إحنا يعني المرأة العراقية ما عندنا اهتمام لعائلتنا، ما عندنا اهتمام لأطفالنا، أطفالنا يرجع إلى أب ليش؟ يعني حسب القانون الأحوال الشخصي من الخمسينات إحنا شرعنا هذا القانون. نعم. حق المرأة تأخذ الطفل يمه حتى عمر حضانة الطفل المرأة طبعاً، حتى إذا كان مشاكل بالمشاهدة مشاهدة شيء آخر. إحنا هم ويا تعديل المشاهدة، أما كحضانة ما معقولة المرأة هيك تحكي. زين، وبعض الأحيان حتى المرأة كان عنده حزب سياسي، حزب يعني كلش أنا رحبت، كان أكو نائبة شكلت حزب، كلش رحبت وفرحت لأنه هذه المرأة فعلا شكلت حزب ورئيسة لا رئيسة الحزب، أول مرأة بصوت عالي قول أني ضد هذا القانون، لازم عدل هذا القانون، لازم ليش أطفال البنات يبقون ويا أمهم؟ ليش لازم هذه المرأة أساساً ما متزوج؟ بس طبيعي إذا كان الرجل تزوج أربعة وأطفال هذه الأطفال كل يمه. زين. يعني هذه الأمور ما بها مساواة، وما بها حتى إذا كان إحنا ما نحكي على المساواة، على الرحمة، على التساوي، على هذه الأمور. المرأة العراقية مو هيك تفكر. هي إذا كانت هي النائبة ما عندها ثقة بنفسها كافية إنه تقدم مشروع قانون أو تطعن بقانون طبعاً، أو يكون لها موقف سياسي محدد داخل طبعاً مجلس النواب طبعاً، هاي مشكلتها مو مشكلة الشريك السياسي الآخر اللي هو رجل. لا، مشكلة يعني الشريك السياسي لأنه اختياراتهم هيك، أحزاب السياسية هيك. هو هذا سؤالي، يعني لأنه اختيار المرأة حتى داخل التواقيع، حتى أكمل داخل التواقيع، أنا حكيت ويا حزب سياسي معين داخل لجنتنا، قال والله هذا التوقيع مو بتوقيع مالتي، رئيس الكتلة وقعت بمكاني. بس إذا كان بس إذا أنا بحزب سياسي مو باتحاد على أي قانون مثلا؟ على أي قانون؟ مقترح تعديل قانون الحضانة 57 يعني إذا كان أنا نائبة وعندي قناعة تامة وأني أم داخل مجلس النواب حتى أدافع عن المرأة، على الطفل، على الأسرة العراقية، على كيان داخل البلد، يعني أقبل رئيس الكترة يوقع بمكاني؟ والله إذا أعرف يطردني من حزبي مستحيل أقبل هذا الشيء. زين، شلون يتم اختيار مرشحات الأحزاب؟ يعني مثلا ممكن أنا أختار سين على حساب صاد تكون مرشحة للحزب الفلاني بالدائره الفلانيه، لازم شو يتم اختيار النساء؟ انتماء لحزب السياسي، بس انتماء موجود خلاص. لا انتماء وهي داخل هذا الحزب. اغلب النساء. لا انا اختار، يعني دا اسال على موضوع الشخصيه، على بنيه الشخصيه، على المواصفات طبعًا اللي توضع للمراه. نعم. حتى يتم اختيار سين بمكان صاد، شلون يختاروها؟ طبعا على اساس انه هاي مثلا عندها جمهور، شخصيتها قويه، مثقفه قانونيا، لو مثلا هي تكون مطيعه. والله إذا كان عنده جمهور وعنده ثقافة، هذا الوقت إحنا نعرف الناس لازم بها تأثير داخل المجتمع، لأنه المجتمع العراقي مو مجتمع إحنا نعرف يعني بها ثقافة كبيرة جدا داخل مجتمعنا، مو هلقد إحنا مع كل احترامي مجتمعنا متخلف حتى بهذه الأفكار. إذا شعب بخمسينات، دولة بخمسينات شرع القانون، كل هاي المشاكل، مذاهب كموجود داخل بلدنا، شكل داخل قانون أحوال الشخصية حتى نبتعد عن المشاكل الدينية والمذهبية. حاليا ب 2020 و21 نائباتنا هيج يوقعون أو نوابنا عندهم مقترح لتعديل هذا القانون، يعني احنا رجعنا الى الوراء. بس منو رجع الى الوراء؟ مو مجتمع بصوره عامه، احزاب السياسيه يختارون بهذه الطريقه. المراه، لازم هذه المراه خاصه احزاب السياسيه الدينيه
الأحزاب السياسية يريدون يسيطرون وباسم الدين وباسم مع كل احترامي احنا كلنا مسلمين واحنا كلش نحترم أدياننا ونفتخر بس هذه الأحزاب يتاجرون بالدين بهذه الطريقة يتعاملون ويختارون حتى النساء. هسه بناء على كلام حضرتك تقولين نعم. مثلا 10% نعم. يعني من تمثيل النساء داخل مجلس النواب يكون لهم وجود حقيقي لمجلس النواب نعم. يعني شاغل المنصب بشكل نعم. حقيقي تقدم مقترح تستجوب وزير عندها بعض الامور اللي تخص المراه والباقي لا هي مجرد اسماء او مجرد ارقام تابعه للحزب او للكتله الفلانيه هذا السؤال شلون يختار المنصب او يختار الشخصيه النسويه الحزب المعين حتى تكون هذه الشخصيه النسويه تابعه لهذا الحزب وهي طبعًا. صوت لهذا الحزب طبعًا. ما يكون لها كيان حقيقي داخل مجلس النواب طبعا لانه الحزب بعض الاحزاب السياسيه انا ما مقتنع بدور المراه اساسا ما مقتنعين يريدون باي طريقه اي قانون يختص بالمجتمع حتى مو بس مجبورين على الكوتا مو على مشروع قانون مناهضه العنف الاسري مشروع قانون حمايه الطفل طفل 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 العراقي لازم عنده حمايه زين توقع داخل مجلس النواب اغلب الاحزاب السياسيه ضد هذا المشروع القانون شلون دولة يشرع القانون إلى أطفالنا لازم بين إيدنا إحنا أسرة عراقية إحنا عندنا كرامة إحنا شنو هذا ما مرتبط بالكرامة بالعكس هاي أطفالكم إذا كانوا ما مربين زين ما عندهم أي بنية أساسية أنت ما عندك حتى فلوس هذه الطفل يعيش مثل إنسان اعتيادي حتى يروح إلى مدرسة بهذه الوقت إذا كان دولة يكفل هذه الطفل الى المدرسه زي. انت لازم تشرع قانون لولا هم حتى ضد هذا المشاريع حتى ما يبخس حق المراه يعني هو حتى اغلب النواب الموجودين داخل مجلس النواب كرجال هم ما عندهم ذاك ذيك الامكانيه القويه ولا حتى هم عندهم اراده حقيقيه وقويه ممكن تخالف بها اراده الكتله بالتالي هو صوت عباره عن صوت للكتله المعينه فهو حال المراه يعني شوف حتى احنا هو عباره عن مجلس على عباره عن على موضوع عن زعامات مسيطره او احزاب مسيطره على هذه على هذه وموضوع المراه فقط مو مختصه بالمراه مثلا لجنه المراه لجنه المراه والاسره والطفوله اسره شنو من رجل والمراه طفل موجود يعني على ركبه الرجل والمراه زين والمراه يعني هذه الفقرتين الأساسيتين حتى النواب ما يجون إلى هذه اللجنة على أساس لجنة ما مختصة قضايا المرأة مو قضايا اجتماعية قضية المرأة داخل البلد قضية سياسية بالسياسة هم ما يريدون مرأة يجي على الساحة السياسية خلاص على القوانين على اختيار النساء القويات داخل الأحزاب السياسية كم مرأة موجودة داخل المكتب السياسي داخل الأحزاب السياسية حالياً من هذا الأحزاب السياسية بوقت المفاوضات كم مرأة قوية بها كلام بها دور جدي كل يوم إحنا نسمع سيد فلان سيد إجا إلى هذا الاجتماع شوف الاجتماعات يعني صور ودور الحقيقي كم مرأة بها وجود على الساحة السياسية هن ما عندهم امكانيه ولا ليش ما عندي والله العظيم اقول لك ليش وصلنا الى هذه المرحله لعدم الامكانيه هذه الاحزاب هي حتى المره ذكرتيها حضرتك إيه؟ سوت حزب هي ما فازت حتى بهذا الحزب حتى من رشحت نائبه عن هذا الحزب ما فازت الا رجعت الحزب الاساسي اللي كانت تنتمي له يلا حصلت اصوات وصارت ليش؟ أو مجلس نواب لانه هذه كل الصفقات بين الرجال شلون يفوزون وشلون يقدرون يشترون الناس اما المراه بصورة عامة إذا كان مو ويا حزب ما عنده فلوس شلون تقدر تصرف لأنه المرأة بصورة عامة داخل خاصة إحنا نحشي على بلدنا زين. كم مرأة عنده استثمار كم مرأة عنده شغل قوي حتى تقدر يعني تقول إلى انتخابات يعني أوكي المرأة سين أو صاد صارت عضو مجلس نواب ممثلة عن الكتلة الفلانية نعم زين يعني معقولة رئيس الكتلة وزعيم الكتلة راح يمنع المرأة إذا كانت هي أصلاً هذه المرأة فعالة بالاستجوابات بالقوانين بغيرها من الأمور راح يمنعها ما راح يمنعها لا بالعكس راح يكون مكسب للحزب ما راح يمنع أساساً استجوابات أو الاستضافة أو هاي الأمور ما موجودة داخل مجلس النواب وين يعني وين الاستضافات بالدورة السابقة شقد عندنا إحنا استضافات واحد بس هيئة الإعلام والاتصالات يعني هذا هم احنا عرفنا من تيار معين وسوى هذه الامور يعني مو سياسي يعني لا يعني مو بسياسي حتى اذا كان يعني ما احكي على السياسي بالاخر احنا صوتنا لانه اكو دلائل موجوده وصوتنا بس بالاخر اقول يعني مو مشكله على المراه والرجل هذا في المراه داخل مجلس النواب
فعلا عنده دور حقيقي لتشريع القوانين لتعديل طيب. هذه القوانين كما بها من المرأة موجودة هذا الدور الحقيقي السلطة التنفيذية نعم. كمرأة نعم اكو عندنا نساء حقيقيات مثلا الوزارات كل هاي يعني مثلا عندنا على هيئة الاستثمار امرأة نعم بس يمكن المرأة الوحيدة نعم. يعني بالهيئات المستقلة طبعا كل مثلا امرأة وحيدة بالهيئة الاستثمار كل عيونهم على هذه الامرأة كل هذه الرجال بهيئات الاخرى عندهم فساد عندهم هاي شيء ما يشوفون بس يشوفون هذه المرأة اشتغلت هذه المرأة شوف هذه المرأة بهذا المكان ما تشتغل اساسا عراق كله ما تشتغل اساسا عراق كله غارق بالفساد بهذه الامور اما هذه المرأة كموجودة اذا كان نقارن احسن من الهيئات الاخرى زين هو هذا هاي ثقافة مجتمع وثقافة سياسية ثقافة سياسية هم يريدون يعني مجتمع شنو يبني الدولة عنده سياسات عنده استراتيجية لدور المرأة لتقوية المرأة المرأة السياسية لازم عنده دور عيوننا شقد نشوف المرأة بها وجود على سلطة تنفيذية داخل الوزارة فقط عندنا وزيرتين حاليا وزيرة واحدة لأنه سيدة إيفان لا إذا كان لا هسه سيدة نازنين باقية كوزيرة على سلطة تنفيذية وزراء مجلس الوزراء مو طلعت صارت نائبة لا إيفان صارت نائبة صارت بس نائبة. سيدة نازنين باقية إسكان زين وعدنا يعني وعدنا حاليا مجلس الوزراء ذكورية كاملة حتى عقليتهم أغلبهم زين مثلا رئيس مجلس الوزراء سيد كاظمي يعني شوف شخص مدني كشكليا شخص مهتم بإعلام مهتم بالسفارات وبرا وكل هاي الأمور بس إذا كان نحكي على قضية المرأة منو هسه يعني شنو موجود داخل هذه المجلس الوزراء مالتها بها توازن بها مساواة داخل مجلس الوزراء حتى بالهيئات حتى شوف حتى كم عنده مستشارة حتى مستشارة المرأة ما عنده من القبل مع كل احترامي إلى دكتورة حنان أنا أحترمها فعلا امرأة قوية كداخل مجلس النواب كانت بدورة 2014 حتى 18 قوية جدا يعني ابتعد عن بعض الآراء عندها أما كان نائبة فعلا هي قوية وكانت عندها دور أما ما مهتمة بقضية المرأة أبد قضية المساواة بالمستشارة رئيس الوزراء إيه بس المرأة. أقول حتى اختياراتهم على هذا الموضوع ليش يعني مثلا إذا كان هي مستشارة يعني ما شغلت هذا المنصب بشكل جيد؟ اساسا هي ما مهتمه يعني انا اقول احبها واحتها بس مو ما مهتمه اساسا هذا المكان مو مكان إلها ليش مو مكان إلها مرأة وتمثل ودكتورة لا مو كل مرة انا قلت مو احنا نحكي على شكلين على المبدا يعني انت اذا كان ما مقتنع فعلا المرأة العراقية بهذه الحالة داخل مجلس الوزراء محتاج الى ارجاء وزارة المرأة ما تقدر يحتاج الى تشكيل هيئة العليا للمرأة ما صارت هي يعني حتى سياسية يعني مو على قد امكانيتها حتى ممكن رئيس الوزراء يعيد وزارة المرأة اكو تشكيله وزاريه وما تتحمل انه نزيد وزارات بعد اكثر الا اللهم صل تشكيله وزاريه شلون تشكيله وزاريه على بعض الوزارات بعد هم سووا اشتغلوا بس على المرأة لا هسه خلينا نتجاوز هذا الموضوع نحكي عن موضوع اخر نجي على موضوع الوضع السياسي الحالي شنو اخبار الاتحاد الوطني بعدكم متمسكين بسيد برهم صالح اكو انفراجات بينكم وبين الديمقراطي الكردستاني لو لا لحد الآن لا إحنا متمسكين بالسيد دكتور برهم صالح كاتحاد الوطني من البداية لحد الآن لأنه إذا كان إحنا تنازلنا من قبل نوصل إلى هذه المرحلة تنازلنا من حقنا أما لأنه شفنا إذا كان ليش تنازلتوا؟ أقول إذا كان من قبل تنازلنا هذا الوقت إحنا ما تنازلتوا قبل المنصب مالك بس حاليا من البداية لحد الآن إحنا متمسكين برئيس دكتور برهم صالح زين. وهذا هو راح يقودنا هذا التمسك باسماء معينه ممكن تكون هي اساس الخلاف وين راح يوصل البلد لاي مرحله راح يوصل البلد هذا يعني اي حزب سياسي اذا كان يقولون انت عندك حق اختيار شخص من حزبك الى رئيس الجمهوريه اتحاد الوطن الكردستاني لحد هذه اللحظه على أساس رئيس الجمهورية إلى اتحاد الوطن الكردستاني من حقنا نختار أي شخص مو من حق شخص آخر يختارون
بهذا الوقت. هو هذا منصب كردي، بالتالي لازم يصير عليه توافق كردي كردي، توافق كردي كردي كل احزاب الاخر اللي عنده 31 مقعد، منكم انا عندي تحفظ على هذا الاسم، ممكن نطرح اسم ثاني يكون شريك. لا بالبدايه سيد بافل طالباني راح يم سيد مسعود برزاني بالبدايه قبل احنا نعلن اسم رئيس دكتور برهم صالح اتحاد الوطني الكردستاني، حتى شلون نختار مرشح رئيس الجمهورية، لأنه هم كان قبلها عندهم اتفاق ثلاثي بين التحالف السيادة وسيد مقتدى الصدر، هم بدون أي كلام قالوا إحنا نريد رجع رئيس الجمهورية إلى حزب الديمقراطي الكردستاني، وإحنا نختار المرشح مال حزب الديمقراطي الكردستاني، مو مشكلتهم على رئيس دكتور برهم. شنو رأينا؟ لا أنتوا شنو لكم إذا أخذوا منصب رئيس الجمهورية؟ شنو البديل للحزب للاتحاد الوطني الكردستاني؟ بهذا الوقت حتى الاتحاد الوطني الكردستاني ملحق بهذه التحالف الثلاثي، هم شي يسوون حتى إحنا فقط نصوت لهم. يعني هم بس بس تكملة عدد يعني؟ هم أرادوا. زين، والحديث اللي صار بمكالمة السيد مقتدى الصدر والسيد بافل طلباني على إنه أكو بس إشاع بالإعلام، على إنه هذه المكالمة تضمنت هي الاتفاق جزئياً، أو حتى طرح اسم بديل بدال السيد ريبيرو السيد برهم، ونجيب اسم ممكن متفق عليه من الطرفين. أبد يعني هم مصرين، لا هم مصرين على اختيار رئيس الجمهورية يعني. لا على رئيس الجمهورية إلى حزب الديمقراطي الكردستاني، مقابل هذا كم وزارة إلى اتحاد الوطن الكردستاني. هن أربعة يعني، أربعة يعني إذا كان أربعة خمسة إحنا ما يعني اتحاد الوطن الكردستاني ما واقف حتى أخذ الوزارة أو الوزارتين. زين، هذه الطريقة التشكيل السياسية كموجودة إحنا ما مقتنعين بها. زين يا تشكيلة يعني هاي التشكيلة مالتهم تحالف. تحالف إنقاذ وطن. طبعاً إحنا يعني ما مقتنعين هم هذه المجموعة ينقذون يعني الموضوع مو بس موضوع منصب رئيس الجمهورية. أبد يعني هذه حتى هم يقبلون حاليا رئيس الجمهوريه الى اتحاد الوطن الكردستاني، مستحيل اتحاد الوطن الكردستاني يقبل بهذا التحالف. يعني حتى اذا قبله وهي بالسيد برهم صالح ما راح تكون اليوم؟ لا، احنا مو مشكلتنا على فقط اختيار رئيس الجمهوريه، تشكيل السياسيه بعد. يعني معقوله احنا داخل البلد نعرف يعني احزاب الشيعيه عندهم دور كبير داخل البلد وعندهم شعبيه وعندهم مع حاليا اقول اغلبهم عندهم جناح عسكري. احنا نريد عراق يصير ساحه المعركه، لو نريد عراق الناس واهله يعيش بامن وسلام وحكومه يشكل الحكومه لخدمه الناس، لو كل يوم تعارك بالشوارعنا احنا ما نريد هيك. احنا ما نريد يرجع هذه الحرب الطائفيه كان موجوده بالعراق. يعني مو موضوع مناصب، لا مو موضوع المناصب او هذه المواضيع. وش في اصلا انقاذ وطن حتى ممكن تروح له؟ هم بنظرهم ينقذون البلد اذا كان رئيس الجمهوريه بحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس مجلس النواب، شفنا هذه الدوره السابقه موجوده على كل العراقيين بيت سيد محمد حلبوسي كتحالف السياده، ورئيس الوزراء من قبل مع كل احترامي الى تيار الصدري على اساس هذه التحالف ما عندهم اي فساد داخل الدوله، وهم يقدرون ينقذون البلد من كل هاي المعاناه وكل الفاسدين يعني كل الفاسدين كموجوده داخل البلد هم يقدرون. خلاص هو هذا النظام الديمقراطي بلحظه من النظام الديمقراطي اغلبيه ومعارضه. لا نظام الديمقراطي اني هم وياك اذا كان بالدوله مغير. عندي ضمان هذا الشخص مو فاسد، عندي ضمان هذا الحزب فعلا عنده دور لتغيير داخل المجتمع. كل هاي الحكومات هم عندهم وجود حاليا، شوف الوكلاء الوزراء يغير او يحاسب او يكافح الفساد. اتحدى حاليا ثقيل ولا شنو؟ ثاقين بالتحالف الثلاثي عند الإمكانية أنه يكافح الفساد لو لا؟ أبد هم يكافحون الفساد. أمام عيوننا عندهم وجود وين؟ على الساحة السياسية. زين ليش قبل داخل مجلس النواب هاي التحالف الثلاثي مو كان عندهم موجود؟ عندهم وجود يعني رئيس المجلس النواب محاصصة. محاصصة شنو داخل مجلس النواب؟ يعني غطي لي أنا نائبة وأقول لك داخل مجلس النواب ما مرتبطة بالمحاصصة.
يعني هو هام عندهم دور وهام عندهم بهذا الوقت النائب رئيس الأول من الصدريين ونائب الثاني من الحزب الديمقراطي ورئيس من كم قدروا شرع قانون إذا مشى التحالف الثلاثي بتشكيل الحكومة بهذا الشكل وأنتم ما كنتوا شو جزء من هذا التحالف ما راح تحصلوا شيء حتى داخل أقليم كردستان ما راح تحصلوا شيء عادي شلون عادي ما نريد احنا نريد المعارضة هذا المسؤولية لا هذا المسؤولية يعني مسؤولية يعني عجبتكم المعارضة خلينا نكون صريحين عجبتكم المعارضة من هنا احنا داخل مثلا برلمان العراقي كلنا معارضة وبإقليم كردستان ويا حزب الديمقراطي السوية وعندنا حكومة وبعد تقريبا بشر اي يعني يعني هذا الشيء يصير هي الحكومة في كردستان نشتغل ونسيطر عليها الديمقراطي الكردستاني بشكل كبير اكثر من الاتحاد لا رئيس الحكومه عندهم ورئيس الاقليم عندهم يعني احنا نفتخر كما عندنا جزء كبير من هذه الحكومه لانه اساسا شفنا حكومه الاقليم كردستان لحد الان كل الماساه والوضع السيء وصل الى اقليم كردستان مو احنا سبب مو حزب الاتحاد حكومه اقليم كردستان النموذج لكل المحافظات العراقيه اليوم اي محافظه عراقيه يمكن يتمنون يصيرون جزء من صحيح. او يصير او شيء شكل صحيح. يعني بالخدمات صحيح. حكومه كردستان شو اني هم اقول اني هم اقول قبل 2014 فعلا كل المحافظات يتمنون يوصلون الى اقليم كردستان بس اقليم كردستان بكل هاي القوه كان عنده كل يوم ارجع الى الوراء بسبب هذه السياسات كموجوده داخل اقليم كردستان مع الاسف القانون النفط والغاز باقليم كردستان نعم. والقرار الاخير للمحكمه الاتحاديه العليا حضرتك عندك تعليق عليه هذا راح يطبق ولا ما راح يطبق تحالف انقاذ الوطن يعرفون يعني السيد مقتدى تحالف السياده وسيد يعني حزب الديمقراطي الكردستاني يعرفون ينفذ او لا لانه هذه القرار بايدهم هو هذا قرار منصف هاي ثروات الشعب الكردي ثروات الشعب الكردي احنا نقول لازم الشعب الكردي يستفاد بيها مستفاد من عند الشعب الكردي ابد لانه ماكو لانه لحد الان هذه الثروه هذه الثروات والله يمكن تحالف انقاذ الوطن لا هو المستفادين اثنين الديمقراطيه والاتحاد لا انتم شركاء لازم يعني انتم مو شركاء بموضوع الثروات باقليم كردستان احنا شركاء حتى يرجع هذه الثروات رواتب الموظفين الى الشعب الكردي هاي يعني هواية من حضرتك خلاص الوقت وياك بسرعة شكرا جزيلا للنائب النائب السابق السيدة ريزان الشيخ دليار شكرا جزيلا لحضرتك وكل عام وانتم بخير مرة ثانية شكرا موصول لكم أحبتي المشاهدين على حسن المتابعة نلتقي يوم غد إن شاء الله.